السلام عليكم، سميتي ايمن، 22 عام، تنقرا، خدام في واحد الريستو، ودابا داير هذا المشروع كي كتشوفوا ديال اليوم. دوزيام اني فينونس كونطابل، نتمنى ان شاء الله ننجحوا هذا العام. بقى قربوا لي شي حاجه وانا حاطها من هنايا، ولكن مزيان ان شاء الله يدير ربي الخير. ملي تنرجع للدار مورا فطور ضروري تنتحرك شويه، ونتمنى ان شاء الله ما نضيعوش هذا العام. تجربة زوينة خلاتك تعرف على ناس جداد، تعرف على يولوا يحبوك ناس ما كتعرفهمش، تولي محبوب بزاف عند الناس، يولوا عندك صداقات غير عبر الانترنت وكيصدقوا تيوليو عزاز في الاخر. استفدت بزاف الحوايج مورا ما بديت يوتيوب، وحنا مكملين فيها ان شاء الله، ونتمنوا نوصلوا لحسن من هادشي اللي واصلين ليه دابا. بالنسبه للفكره ديال راسك كانت غير بالضحك. ايمن دير الليمون، نط انا زيت ستوريات فيهم الدراري شبان لكم راه غندير الليمون، كلشي بدا عليه دير. ملي درتها الحمد لله بداو كيجيو عندي الناس اللي قالوا لي دير، شويه بداو كنتفادوا كيجيو الفنانه، وحتى دابا راه كلشي بخير ان شاء الله. جا عندي ياسين الصالحي، جا عندي مولج درهم، جاو عندي دي يوتيوبر، منهم الزواق، منهم ياسين، سمحوا لي الدراري صحاب الذوق لا ما نسيت على سمياتهم، منهم باش نتفكر بغيت ننسى حتى واحد منهم، حمزه، كاين موس ماهر، وكاين الدري شربي عمري وانا نخلص اللي معروف في الميديا، وجاو عندي الدراري صحابي والدراري في انستغرام، وسمحوا لي نسيت شي واحد. تنبغي نقول لهم شكرا بزاف 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 على الحضور ديالكم، ونتمنى ان شاء الله تجيو وتعاودوا تجيو ويجيو وحدين اخرين، ويبقى غادي ان شاء الله شي زوين حتى الاخر مورا رمضان ان شاء الله، ونتمنى مورا رمضان تكون شي حاجه اخرى جديده. عاوتاني صراحه التفكير ديالي هو ندير واحد المشروع ديالي، ما نكذبش عليك، واخا تكون واخا شويه، المهم حتى ديال الوقيته اللي خصك تشوف راسك فيها واش غتكمل ولا غتحبس، حيت رمضان راه غيدايز، الا جيتي حبستي صافي بحال ضرب كلشي في الزيرو. يعني كنفكر ضروري مورا رمضان غتكون شي حاجه، وتسناوا راه ضروري غتكون. السلام عليكم، كيف ما كلشي تيعرف ايمن ولد دربنا قديم ودري لي عبره لبزاف الدراري اللي هنايا، اللي تبارك الله رغم قصر القامه ديالو داكشي كيدير شي لعيبات لي دراري بصحتهم تبارك الله واللي ما وصلوش ليها، ودري اللي تبارك الله راه غادي في طوندونس، ونطلبوا ليه غير الخير، ومن احسن الدراري اللي كاينين في الكارتي عندنا، نطلبوا ليه مع كاع الناس اللي تيعرفوا يجوا يشربوا من عنده الليمون، عنده احسن ليمون كاين في بورغون، في الرانجير، كارشي لوبيز، ودري ما كاينش بحالو اللي ما عمر شي واحد غيلقى بحال ايمن طوفو. وتنطلب الدراري كاملين اللي يدخلوا معاه في لاباج ويتشاركوا معاه في لاباج ويديروا لابوني ديالو ويجيو يدعموه ان شاء الله. والطويب كيف ما تشوفوا هيا هنايا كارشي راه معروف، ومرحبا بكم. وايمن راه من اعز الناس عندنا في الدرب كامل، وكلشي تيعرفوا راه مشهور ولد الدار، وهذا نعرفوه ونعرفوا والديه الله عمره دار، انسان مربي مزيان وكلشي تيبغيه والحمد لله. كنتمنى شي جوزه صالحه، شي اللي تتمنوا ليه يكمل دينه ودير وليداته. ياك ايمن وديما ديالنا اخ ديالنا وعزيز علينا، اش غنقول لك، بحال خونا كبر معنا ودوز معنا واحد الحقبه، والله يسهل عليه هادشي اللي نقدر نقول، الله يسهل عليه، الله يجيب لي فيها الخير، وقاد هاد الحسنه هادي، الله يرضى عليك، بارك من القوالب، يلا.